يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل بس ما ندخل في تفاصيل الاخبار خليني بس اتكلم على مش هوضح لانه انا كلامي اللي قلته امبارح كان في منتهى الوضوح، وقلنا انه اي حد بيلعب في منتخب مصر ده شرف كبير جدا ليه، والطبيعي اللي احنا تعودنا عليه طول عمرنا ان كل النجوم مهما بلغ نجاحهم ومهما بلغت نجوميتهم بيبقى عنده حرص كبير جدا على انه ينال شرف تمثيل بلده. ده الوضع الطبيعي اللي احنا نعرفه، وده الوضع المفروض ان هو يستمر على طول. احنا هنا ما عندناش تصفيه حسابات مع حد، والنجوم اللي في المنتخب زي ما اتعودت انه الناس تفرح بيهم وتشيد بيهم، وانه الجمهور الكره اساسا هو السبب في نجاحهم وهو السبب في شهرتهم وهو سبب في كل حاجه وصلوا لها، لازم يتقبلوا انه لما يبقى في اداء سيء يبقى في انتقاد، ده طبيعي جدا وده من حق الجمهور. ما تطلبش من الجمهور انه يستحمل حاجات من وجهه نظره مش منطقيه، ما تطلبش من الجمهور يشوف نسخه رديئه. وانا مش بكلم على الاسماء، انا بكلم على المستوى من منتخب بلده، ما يبقاش زعلان وما يبقاش غيران على اسم منتخب مصر. وكل التقدير والاحترام لكل النجوم اللي بيشاركوا في المنتخب، واحنا قلنا هنا في السادسه يمكن حتى من قبل الماتش قلنا علامة الاستفهام الكبيرة جدا بالنسبة لنا هي انه ازاي المنتخب يملك الجيل ده، بيتهيألي ما بقاش جيل صغير خلاص، احنا بنتكلم على صلاح وتريزيجيه والنني، دول بقى نجوم كبار سواء من ناحية الخبرة او من ناحية المشوار او من ناحية السن كمان، بالتالي مش هينفع نتعامل معاهم على ان هم لسه نجوم صغيرة لسه طالعة، واعتقد عندهم الخبرات والنجاحات اللي من خلالها ممكن يضيفوا هم وغيرهم. حتى مصطفى محمد مثلا لعيب منتخب اولمبي لكن عامل شغل كويس جدا ومتالق كان مع الزمالك ومتالق كمان مع جالاتا سراي، فلما نشوف المستوى ده في الملعب من حق الناس تزعل ومن حق الناس تنتقد ومن حق الناس انكم تتقبلوا الانتقادات الموجهه ليكم من غير ما يبقى في زعل ومن غير ما يبقى في حساسيه ومن غير ما نحمل الامور اكتر من من مما تحتمل. يعني كان مهم بس الكلمتين دول لانه في ناس بتقول، يعني انا حتى لما اتكلمت على ده قبل ماتش كينيا اغلب الناس في وسائل الاعلام طلعت وعلقت وقالت انه ما يصحش وازاي ننتقد قبل ماتش المنتخب وده مش في مصلحه المنتخب. طب ما احنا خلصنا ماتش كينيا وعندنا ماتش جزر القمر ووسائل الاعلام كلها طلعت انتقدت المنتخب، ما احنا عندنا ماتش مهم برده مع جزر القمر على صدارة المجموعه ولا ايه؟ ففي النهايه الناس لما بتنتقد في النهايه يعني الانتقاد الصحي او الايجابي الناس بيبقى هدفها انه احنا نروح لحته احسن، لا الناس بيبقى هدفها ان احنا نعالج الاخطاء، الناس بيبقى هدفها ان احنا نطور من مستوانا عشان ده منتخب مصر في النهايه، منتخب مصر ملك كل جماهير الكوره في مصر، مش بس جماهير نادي معين، حتى الناس اللي ما لهاش في الكوره في مصر لما بيبقى في ماتش المنتخب بتقعد وبتشجع كانها بتشجع كوره وكانها بتلعب كوره طول عمرها. بس يعني